سلام متتبعين قناتي امل بيوتي. اليوم جيت لكم بهذا الفيديو تاع العيد، جيت نوريكم اجواء العيد اللي راني نجوزها في دار عجوزتي. اجواء جد هايله وعجبتني، رانا مع الحجر الصحي، جينا بتنا هنايا لي دو جوغ. جيت نوريكم شويه الحلوه اللي دارتها وخدمناها انصوم. دارت هدايا، احنا معروفين بهذا الحلوشي. دارت هدايا لي سابلي، هدايا تاني لي سابلي، شوفوا كيف داير. كاين هذا سامسون سامسون، وكاين هذا المقروط، كاين هاد الانواع تاني. يعني درنا حلوه حلوه تقليديه، درنا نوعنا شويه مودرن شويه حلوه تقليديه. الوغ اليوم جيت نقدم لكم تاني زوجي، حب يقول لكم كلمه. نقول كلمه. السلام عليكم، نقول لكم بمناسبه العيد المبارك، نقول لكم صحه عيدكم، نقول صحه الأمة الجزائريه والعربيه بصفة عامة، وصحة عيدكم ونعقب العام الجاي إن شاء الله، وإن شاء الله نكونوا بخير ونجوزوا بالصحة والهنا إن شاء الله. وأنا أقدم لكم تاني لوسي، حبي يقول لكم صحة عيدكم. السلام عليكم، صحة عيدكم، حياتكم وحياة فاميلكم إن شاء الله، إن شاء الله ربي يعيد علينا وعليكم بالخير والصحة إن شاء الله، ولعقب العام الجاي إن شاء الله. ان شاء الله. هادو هما اجواء العيد، جوزناهم بيان وكملنا رمضان وجاز بالصحه ولهنا، ورانا استقبلنا العيد. يعطيكم الصحه وان شاء الله نجوزوه بالصحه ولهنا.